السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيل اسكندرية، الدكتور محمد القفاص بيجدد التحية. الهرمون الأكثر شعبية في عالم كمال الأجسام، أو أضرار هرمون الأنابول والدنابول. طبعا هرمون الأنابول والدنابول له آثار رهيبة في زيادة الكتلة العضلية، ولكن دعنا نرى أضرار هذا الهرمون. وهذه الرسالة موجهة إلى جميع لاعبي كمال الأجسام، كذلك إلى أولياء الأمور، كذلك إلى القائمين على وزارة الصحة لضبط هذه المسألة. مبدئيا الأنابول والدنابول هي هرمونات مهربة تدخل مصر بطريقة غير شرعية، يعني هو داخل مصر مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة، لا المصرية ولا بره مسجل. هو معمول في مصانع تحت السلم وجاي مهرب بواسطة الناس اللي ما عندهمش ضمير، اللي عايزين يأذوا شباب مصر، ولهم اسطوانات علشان يديهولك. الراجل دمه خفيف، ذوق جدا، محترم جدا، بس بيقولك انا هديك مدعمات او هديك كورس تنظيف. طيب ليه حضرتك توسخ من الاساس وبعد كده تنظف؟ طب ما تسيب الاجهزة الداخلية بتاعت اللاعب نظيفة. الغرض من الرياضة هو صحة الجسد خارجيا وداخليا. أنا مش هفرح بعضلتين وأنا كل أجهزتي وكل جسمي بايظ. أضرار الهرمونات المهربة، إيه أضرارها؟ رقم واحد، بتضرب الكبد، بتبوظ لك الكبد، بترفع إنزيماته، بتعمل فيه تليف، بتحوله لسرطان كبد. ده الكبد، حلو، من أهم أعضاء الجسم. رقم اتنين، الكلية، بيبوظ الكلية وبيعمل فيها فشل كلوي، تمام كده، بيضخم الطحال. ايه تاني؟ بيعمل بلوك أو شوت داون للخصية، بيخلي الخصية ما تفرس، وبناء عليه بيعمل على ضمور الخصية، وبناء عليه بيعمل قلة في الرغبة الجنسية، وبناء عليه بيعمل ضعف جنسي. لما بيعمل بلوك للخصية بيزيد الاستروجين فبيحصل تثدي، تمام؟ لما حضرتك بتستخدمه بيزود الحجم العضلي جدا اكتر من المعدل بتاع الاوتار والاربطة. ما العضلة في اربطة معاها، لازم النمو بتاع العضلة يتناسب مع نمو الأربطة علشان العضلة تفضل زي الفل. لكن العضلة بتكبر جامد والوتر نموه بطيء، فلما العضلة بتكبر قوتها بتزيد، بتشيل جامد، الأوتار ما زادتش، تيجي الأوتار مقطوعة. فهذا الهرمون يعمل على قطع الأوتار. ايه تاني؟ بيحول البشرة بتاعت حضرتك لبشرة دهنية وبيطلع لك حب شباب. ايه تاني؟ بيسقط شعرك وبتبقى اصلع. ايه تاني؟ بيعصبك وينرفزك ويخليك في حالة صعبة جدا، ممكن تضرب خواتك، ممكن تضرب ابوك، ممكن تضرب امك، ممكن تضرب مراتك، ممكن في النهاية تنتحر زي بنوة بتاع المصارعة لما قتل مراته وعياله بعد كده انتحر. وفي لاعب تاني في امريكا برضو عمل نفس الموضوع. كل هذه بعض من الاضرار لهذا الهرمون. هرمون قاتل قاتل، واللي بيعمل بيه هو جندي من جنود ابليس او خفاش من خفافيش الظلام. مهما تشكل ليك،
بصورة واحد دمه خفيف، أو واحد ذوق، أو واحد محترم، أو واحد بيقول لك أنا بقول لك على المحاذير بتاعت الهرمونات والأضرار بتاعت الهرمونات. هو أنت لما تقول لي على المحاذير بتاعت الهرمونات والأضرار بتاعت الهرمونات يبقى أنت كده أسقطت التهمة عن نفسك؟ لا. طب ما أنا ممكن أقول لك الهيروين وحش بس لو عايز تذكرة بودرة أجيب لك، الحشيش وحش بس لو عايز فرش حشيش هجيب لك، الماكس فورت اللي بيتحقن وريديا وحش جدا واضراره رهيبه بس هجيب لك. قمه التناقض، قمه التناقض. المشكله في شيء انه حاليا بيتم بيع هذه الادويه المهربه اللي هي الانابول والدنابول بمواقع معروفه في جمهوريه مصر العربيه وفيها تليفونات، وسأترك لكم في صندوق الوصف وأول تعليق هذه المواقع معلن عنها تماما، وتليفونات العناوين دي، تليفونات والأشخاص وكله، وشحن لجميع المحافظات الجمهورية، وكأنها خطة مدروسة لتدمير شباب مصر. هذه السواعد القوية، السواعد القوية التي سيقام عليها حضارة مصر، احنا بندمرها، احنا بندغدغها. أين دور الرقابة من هذه الخفافيش؟ أين دور الرقابة من جنود إبليس الذين يعيثون في الأرض فسادا؟ عيني عينك واللي تقدر تعمله فرجني. ازاي يا جماعة؟ ازاي؟ اللي بيعمل غلط بيتدارى، لا، النهارده اللي بيعمل غلط فاتح صدره وليه شعبيه كمان. لا يا شباب مصر، الانابول والدنابول وكل الهرمونات قاتله، وكل من يعطيك هرمونات بهدف الربح هو يدمر صحتك تماما ولا يسعى الا للربح المادي حتى ولو كان على جثتك. يا ريت نفوق، يا ريت نفوق، يا ريت نفوق. وملف حرب الهرمونات انا متبنيه، وشاركت معي الاعلاميه ريهام سعيد في ذلك، جزاها الله كل خير. في هذه النقطه لو حد ليه راي عن ريهام سعيد، انا بتكلم في النقطه دي، هي متبنيه حرب الهرمونات، وده شيء كويس جدا جدا. ومحدش يقول لي هما بيقولوا على الأطباء والصيادلة جهلة، لا 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 لا، هما اللي جهلة. حضراتكم خشوا على أي موقع طبي واكتبوا أضرار الأنابول والدنابول واعتبروني ما قلتش حاجة. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.